السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الملاقية. هادي ملاقية خفيفة وبسيطة، ممكن انكم تستعملوها اسفل النصف طوق ديال الراندا هاد الملاقية، وكذلك ممكن انكم تلاقيوا بها الجلابة كاملة لانها ما فيهاش الفراغات كبار بزاف، هي الحجم ديالها كيكون رقيق. المهم اول حاجة غادي نديرها هو انني نثبت الخيط في التوب، والان غندير اول غرزة. فلاحظوا معايا دابا غادي نرتفع بواحد العدد ديال الغرز باش نقدر انني نبدا الخدمة ديالي. المهم هاد الطريقة ماشي ضروري انكم ديروها، ولكن هي كتبقى اسهل واضمن باش تعطيك الغرز مضبوطين. الان رجعت ضربت في هاد الضربة هادي، ونعاود نرجع في هادي. البرا اللي كنخدم بها الرقم ديالها 5، المهم كاين اللي كيفضلوا يخدموا بالرقم 6، هذاك الشيء كيبقى اختيارات كل وحده. تجرب البراوات بجوج وخدموا باللي عجباتكم. المهم هادي تاني غرزة وغادي نعاود نرجع فيها باش نكملها. لاحظوا معايا مزيان، نجر البرا بهاد الطريقة هادي، وغادي نعاود نرجع في هاد الغريزة هادي ونجر البرا بهاد الشكل. الان يلا عندي جوج ديال الغرازي، وغادي نعاود نرجع واحد، لاحظوا معايا واحد اثنان، وهاديك هي الغرزة الثالثة. مهم الغرزة الثالثة مازال ما كملاتش، يلا غادي نكملها دابا. فالان غتمشيو للطرف المقابل ديال الثوب، وغادي نديرو فيه هاد الغرزة هادي. لاحظوا معايا مزيان، ونعاود نرجع نخدم في ثالث غرزة. كيف ما قلت لكم دابا يلا غادي نحسبو باللي احنا راه خدمنا ثلاثة الغرازي، وغادي نرجع نثبت الخيط في الثوب مرة اخرى. والان ولاو عندي ولات عندي الخدمه على ثلاثة ديال الغرزات. فهذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها في اي بدايه ديال الملاقيه باش نقدروا نحدوا عدد الغرازي اللي حنا باغين. دابا خليت الخيط الفوق، وغادي نرجع نخدم في اول غرزه. لاحظوا معايا، ونرجع كذلك مره اخرى الخيط الاعلى، ونعاود نخدم في ثاني غرزه. من بعد ما تكونوا عندي هاد جوج ديال الغرازي، ركزوا معايا مزيان. دابا غادي نخلي الخيط الفوق، ونرجع نحاول نحسب جوج ديال الغرزات، وفي هذيك الغرزة الثانية هي اللي غادي نخدم فيها. يعني انت غير عينك ميزانك، غتشوفي الغرزة الاولى فين غديريها وما غتخدميهاش، وغتمشي تخدمي في ثاني غرزة باش يبقى لك هاد الاتساع ولا هاد الفراغ، هذا هو اللي غادي نبداو به الخدمة. فغادي نرجع اسفل هاد الخيط هذا، وغادي نخدم اول غرزة. والان غادي نرجع في هاد الغرزة هادي اللي في المنتصف اللي هي تاني غرزة، وغادي نخدم فيها مرة اخرى. لاحظوا معايا مزيان، دابا عندي جوج ديال الغرزات، غنخلي الخيط اللي في الاتجاه الفوقاني. لاحظوا معايا هذيك الغرزة الثالثة ما غاديش نخدم فيها، ونرجع نخدم في هاد الغرازي اللي يلاه درت. هذه أول غرزة، ونخلي الخيط الفوق، ونرجع نخدم ثاني غرزة. الآن غادي نهبط الخيط الأسفل باش نرجع نعاود نخدم. لاحظوا معايا مزيان، أول غرزة، نهبط الخيط الاسفل. انا كنحاول نركز على الاتجاهات ديال الخيط، لانه ممكن يعني تكون شي وحده يلاه بدات الخدمه تكون مبتدئه، فضروري انها تركز على الخيط واش كاين الفوق ولا لتحت. هنا غادي تحاولوا ديروا نفس الطريقه، عينكم ميزانكم، تحاولوا الغرزه الاولى ما تخدموهاش، وتمشيو الغرزه الثانيه اللي غتجيكم مقابله مع هذا الخيط هذا. لاحظوا معايا، وكتزيروا هنا الخدمه. هنا ما تنخليوش هذاك الاتساع، مباشره تنزيروا الخدمه ديالنا باش يجي الخدمه مزيره. هنا دابا غادي ندير حبكه ماشي غرزه، فغادي تخدمي في ثاني غرزه ولا في هذيك الغرزه اللي عندك في المنتصف، غادي ديري فيها الحبكه
الأولى بهالطريقة هذه، نرجع نهبط الخيط الأسفل بهذا الشكل ونخدم مرة أخرى في نفس الغرزة، يعني هذه الغرزة الوسطانية اللي عندك في المنتصف غديري فيها تاني حبكة. والآن غنرجع مرة واحدة أخرى نهبط الخيط لتحت ونرجع في نفس الغرزة اللي خدمت فيها سابقا، وغادي ندير فيها ثالث غرزة ثالث حبكة عفوا. المهم دابا من بعد ما درنا ثلاثة ديال الحبكات غادي نرجع الخيط لفوق باش ندير غرزة، فكديروها في هاد الغريزة هذه اللي كتجيكم تحت من هذوك الثلاثة الحبكات. مهم حاولوا، مهم هنا راها كتبان مزيان. ونرجع مرة واحدة أخرى غندير نفس العملية، غنتجاوز أول غرزة وغنخدم فوق تاني غرزة اللي على التوب، وكذلك غادي نخلي واحد شوية ديال الفراغ. لاحظوا معايا واحد الفراغ بسيط جدا اللي كافي باش أنني ندير فيه غرزة واحدة. كما قلت لكم هاد الملاقية الحجم ديالها صغير وخفيفة بزاف، فلاحظوا معايا غادي ندير أول غرزة، وهنا تاني غرزة غادي نخدمها في هاد النقطة هذه اللي قفلت فيها هادوك ثلاثة الحبكات. فاش خدمنا ثلاثة الحبكات درنا من موراهم غرزة، البلاصة اللي درت فيها هذيك الغرزة هي اللي ترجع نخدم فيها هاد الغرزة الثانية. دابا طلعت الخيط الفوق وغادي نعاود نعمر، فغادي ندير أول غرزة ونرجع في هذه ثالث غرزة. والآن غادي نعاود نعمر الخيط لتحت وتتخدمي واحد، والآن نخدم جوج. من بعد ما ولو عندي جوج ديال الغرازي غنمشي مباشرة للتوب الطرف المقابل، وغادي نمشي نخدم فوق. مهم نتوما عينكم ميزانكم، فضروري انها تجي مقابله مع هذه الخدمه هذه. انا كنحاول نحسب الغرزه الاولى لا والثانيه هي اللي كنخدم فيها. المهم دابا غادي تهبطي الخيط لتحت باش نديرو حبكه، والحبكه لاحظوا معايا كتحسبي هنا واحد جوج، هذيك العوينه اللي كنا خدمنا فيها هاد الغرازي هي اللي تترجعي تخدمي فيها. فهذه الحبكه الاولى وغادي نرجع فيها وغادي ندير الحبكة الثانية، وغادي نعاود نهبط الخيط لتحت بهذا الشكل وندير الحبكة الثالثة. فالخدمة سهلة وبسيطة بزاف. هنا دابا غادي نخدم في هاد الغرزة هذه اللي جات عندي تحت من هادوك الحبكات، هاد الغرزة هي اللي على العمدة هذه، عقلوا عليها هي اللي كنخدموا فيها يعني كل شيء، هي اللي تعتبر ثاني غرزة. مهم دابا غادي نمشي للتوب وندير هاد الغريزة هذه ونخلي واحد شوية ديال الفراغ كالعادة، وغادي نرجع نعمر واحد اثنان في هذيك الغرزة اللي قلت لكم ضروري انكم تعقلوا عليها هي هذه. درنا دابا اثنان، نطلع الخيط الفوق ورجع نخدم واحد اثنان. دابا نهبط الخيط لتحت باش نقدر انني نطلع، وغادي ندير واحد وهنايا اثنان. الان غنمشي للتوب وغادي نخدم مباشرة مقابل هاد الخدمة هذه ونزير الخدمة ديالي. هنا كتزيروا في الفوق وفي التحت كترخفوها مزيان باش يجيكم هذاك الفراغ. المهم رجعنا خدمنا في نفس هذيك الغرزة الوسطانية، كترجعي ديري فيها ثلاثة الحبكات. دابا درت جوج ونرجع في نفس المكان وندير الحبكة الثالثة. من موراها غادي نخدم في هاد الغرزة هذه، والآن درنا الغريزة ديالنا غادي نحاول أنني نخدم فوق تاني غرزة اللي في التوب، يعني الغرزة الأولى كتكون غير وهمية غير باش نعرف أنا فين غادي نخدم. المهم هذه هي الملاقية ديال اليوم، ملاقية بسيطة بزاف وسهلة،
ويعني كتجي مخدومة وبحلة مطروزة في نفس الوقت. المهم مشاهدة ممتعة، وشكرا للدعم ديالكم، شكرا للتعاليق ديالكم الزوينين، وكنعتذر منكم على الغياب. المهم انا غادي نحاول مرة نلوح شي فيديو ولو يكون خفيف. المهم شكرا لكم كاملين.